سوق المشية، تعرف أسعار المواشي ارتفاع محسوسا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقراءة مع إبراهيم برقاش في هذا التقرير. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي جولة قادتنا إلى مختلف نقاط بيع الأضاحي بالعاصمة للوقوف على أسعارها، حاولنا الاستفسار مع هؤلاء الموالين هل بإمكان أصحاب الدخل المحدود شراء الأضحية بأسعار معقولة لا تتجاوز حدود 25,000 دينار جزائري. ما كاش منها هذه فانس راك هنا أخي بوانت فونت هذا ولا تفايت سهاملك صغار سقسيه تشوف شحال يقول لك 5 ملايين ما يكزيستيش، تاع 35 ما يكزيستيش، 35 صغير بزاف. تاع 35 ما كانش، المهم ال 35 وطلع. حتى ال 55، حتى ل 6 ملايين، حتى ل 7 ملايين، تالي كاع 35. اللي هي في بلاصتو في البلاد ب 35. غلاء سعر الأعلاف وعدة خلفيات أخرى جعلت أسعار الأضاحي تتوقف عند 35,000 دينار كحد أدنى لاقتناء أضحية مقبولة وجائزة شرعا للنحر. إنسان قال لي ما يقدرش يعيد، ما ينجبش يعيد بزوج ملايين، امبوسيبل. المال غالي، المال العلف غالي بزاف، 500,000، اليوم فوق اللي عايشينها ب 500,000 القنطار الشعير. حنا هاوليك صغير مشري ب 28 جملة، وما تقدرش تبيعو كي تبدا دي طايح، كي تبيع المليح فيهم تبيعو ب 35 يخرج لك الاخر بزوج ملايين. جايز ماهوش ما لحقش السن وما فيهش اللحم، لازم له هو اوموا 3 شهور 4 شهور علف باش يقبض روحه لافون تاعو، يبيعو لك بزوج ملايين بصح ما فيهش اللحم، تذبحوك شغل ذبحت قط. تكلفة أضحية العيد سترهق كما العادة أرباب العائلات من ذوي الدخل المحدود، خاصة وأن الأسعار في ارتفاع متزايد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.